في الوقت اللي هادي وهذا وهذا وحتى هذا كيتعاونوا مع خوتهم المغاربه باش ما قسم الله كاين هذا وهذا وحتى هذا مستغلين الفرصه والارباح ديالهم كتطلع. واش فراسكم بعدا ان الضو ما كاينش في البلايص اللي جاو من الزلزال وكيضويو يشارجوا التليفونات والاليات ديال الانقاذ غير موتور الضو اللي كيخدم بالليسانس؟ واش فراسكم ان واحد جاي من طنجه لمراكش سايقرموك ديال المساعدات من عند المواطنين غادي يخصوا القليله واحد 3000 درهم ديال المازور، وضرب معايا الا جايه 2000 رمو و30 ألف بيكوف و100 ألف سيارة شحال ديال المازوت غادي يمشي؟ ياسين عنده 100 درهم جامع 100 درهم جا جابا عطاه الشيفور ديال الكاميو قال لي باش غدير المازوت، سمع بأنه خاص المازوت ويعاون مول الكاميو. أجي دابا نشوفوا شحال كيربحوا هاد الشركات ديال المحروقات. هاد الشركات كيبيعوا للمغاربة 6.5 مليون طن كل سنة، وبعملية حسابية كل طن فيه 1250 لتر، لأن شركة المحروقات كيبيعوا لنا 8.12 مليار لتر كل سنة. أجي دابا نشوفوا شحال ديال الأرباح. بحسب بعض التقارير كيربحوا الشركات في كل لتر درهم فاصلة 4. إلا ضربنا هاد درهم فاصلة 4 في 8.14 مليار لتر اللي كيبيعوا كل سنة، غادي تخرج لنا 11 مليار فاصلة 375 مليار درهم في العام، أي كيربحوا 3 المليار و 142 مليون سنتيم كل يوم. هاد الشيء غير الأرباح غير المشروع، أما المشروع يعلم الله شحال. واش هاد الشركات ما غاديش ينقصوا في ثمن المازوت والليسانس في هاد الظرفية التضامنية مع المغاربة؟ راه إلا نقصوا غير من أرباحهم غادي يكونوا عاونوا المغاربة في هاد التضامن اللي بهرنا به العالم واللي خلينا الجميع يتكلم علينا ويتكلم على نوعية هذا الشعب العظيم الشعب المغربي اللي خلى اليوم تيا كل الجرائد العالمية وكل المواقع الإلكترونية ديال العالم وكل القنوات العالمية كتتكلم على الشكل ديال هذا التضامن اللي ما عمرها شافته. هذا التضامن داروه الناس اللي عندهم واللي ما هو عندهم، داروه الفقراء وداروه الطبقة المتوسطة وداروه الطبقة اللي تحت المتوسطة وتحت الفقيرة. هذا الشيء كيبين معدن الشعب المغربي وكيبين الأصالة ديال هذا الشعب وكيبين هويته وكيبين على هذا الشعب فعلا شعب يستحق كل خير. اليوم تيا جينا نتكلموا وبغينا نقولوا الحقيقة، نقولوا على أن هذا التضامن اليوم اللي حطينا في سياقه الحقيقي كيبين على أنه هذه الأزمة اللي نحن كنجتازها واللي كنتمنى من الله تبارك وتعالى ألا تتكرر، لقينا فيها اليوم تيا جلالة الملك ولقينا فيها الشعب المغربي اللي تكاتفوا وبانوا. جلالة الملك اليوم نزل للتيران تبرع بالدم، زار وغادي يزور يعني القرى والبوادي اللي ضربها الزلزال، واليوم متواجد في مدينة مراكش، والشعب أيضا اللي بين على التضامن ديالو بكل فئات ديالو العمرية، الكبير والصغير، العزوز والشيباني والدري الصغير والشباب والنساء والفتيات، كلهم اللي عنده بالقليل وبالكثير بينوا على التضامن. اليوم تي نتساءل أين هم المتغيبون اليوم تي عن هذا التضامن أو عن هذا السياق اللي نحن كنعيشه كامل. طبعا لا توجد أحزاب، لا توجد نقابات، لا توجد حكومة غائبة تماما عن المسرح السياسي ولم تتحرك إلا عندما تحرك جلالة الملك وأعطى تعليماته. اليوم تيا الصندوق اللي الدار لجمع التبرعات، نحن كندعو المغاربة كاملين أنهم يتبرعوا لصالح هذا الوطن، هذا يتبرعوا لصالح هاد المنكوبين اليوم تيا اللي ضربهم هاد الزلزال وضربهم بعمق، ونتمنى من الله تبارك وتعالى أن تعاد الأمور إلى نصابها. وراه كنقولها وكنأكدها، إحنا ما جايين هنا نتكلموا ولا ننتقدوا، ولا كنقولوا إحنا جايين ننبهوا وجايين كنقولوا على أن هذا الزلزال إذا كان قدر من الله فهو أهلا وسهلا به ونتحمل كل تبعاته، ولكن أيضا كنقولوا كنأكدوا على أنه اليوم تيا خاصنا نقراو الخريطة كاملة السياسية ديالنا، وخاصنا نقولوا على أنه أيضا كما قلت سابقا على أن محتاجين لزلزال في مجموعة من الإدارات وفي الأحزاب وفي المسؤوليات لكي تنقى هذه البلاد ونبداو على نظافة. اليوم تيا راه في التيران المتواجدون الحقيقيون هو جلالة الملك، هي الملكية الضامنة لاستقرار هذا البلد، هو الشعب المغربي العظيم بكل فئاته الاجتماعية. هؤلاء اليوم تيا الملك والشعب بينوا على واحد التضامن، بينوا على واحد الملحمة تاريخية اللي غادي يبقى ملي العالم يتكلم علينا دائما، تكلموا علينا في الفرح واليوم تيا أيضا في الأحزان، بينا المعدن الحقيقي. هو باقي دابا المعدن اللي خاصو يبان هو المعدن ديال جميع الفعاليات السياسية، المعدن ديال النخب السياسية اللي خاصها تبدل من العقليات، النخب ديال العقلية ديال الحكومة، بزاف ديال الحوايج اللي خاصها تبدل باش ما وقع نتفاداه.
ما وقع نتفادى ونتكرر. يمكن نمشوا للأحسن، يمكن نديروا أحسن من هذا الشيء، يمكن نشوفوا مغرب أحسن من هذا الشيء كله، ولكن إذا صفت النيات، إذا تغيرت العديد من العقليات، إذا تغيرت الثقافات، إذا تغيرت النخب السياسية، أو على الأقل حاولنا نديروا واحد النوع ديال الخلخلة داخل هذه النخب. تحياتي لكم والسلام عليكم.